مين اكتر شخص بتتفائل لما تبدا بيومك؟ ده سؤالنا اللي موجود النهارده على موقعنا على فيسبوك. اجابات حضراتكم جميله جدا، ربما ست الحبايب هي القاسم المشترك اللي موجود في اغلب الاجابات. عندنا السيد عيد ابو الحسن مثلا، صباح الخير عليكم، والدي لازم اشوفه كل يوم الصبح ربنا يبارك فيه، الحاجه تزوج وبشوفه بالليل بعد الشغل، طبعا هو الخير كله، ربنا يبارك لك فيه يا رب. أم بندق بندق بتقول صباح الخير على أحلى برنامج، صباح الخير يا مصر، طبعا كل يوم بصبح على أمي بس يوم ما صبحتش عليها، حصلت لي حادثة والحمد لله عدت على خير، ومن يومها لازم أصبح عليها قبل ما أنزل الشغل. صباح الفل عليكي يا أم بندق، ربنا يحفظك أنت والست الوالدة كمان. محمد رحمي طنطاوي، أكتر شخص بتفائل بيه زوجتي، كنت مريض وكنت بخليها تجيب نتيجة التحاليل لغاية لما ربنا شفاني، وبصراحة وشها دايما حلو عليا، ربنا يبارك لكم يا رب ويبعدكم عن العين. باري علي بتقول صباح الخير، أكتر شخص بتفائل بيه هو ابني حبيبي سيد، بيكون اليوم كله خير وسعادة وهنا، وعشان كده هو أجمل ما في حياتي كلها، ربنا يحفظه. إبراهيم عبد الوهاب، كل صباح بيعدي في أمن وأمان وصحة في الجسد بيبقى يوم حلو، أشكرك جدا. أما سلوى هناسي بقى بتقول صباح الخير عليكم، ربنا يجعل كل أوقاتكم تفاؤل وأمل وخير، ويكون ولادي فيهم كويسين وبخير، واليوم بيبتدي سهل علينا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله يا سلوى. ريتاج توتا، صباح الخير عليكم، الحمد لله لما أصحى على أذان الفجر وأصلي وأقرأ الأذكار وجزء من كتاب الله، ده يوميا شيء بتفائل بيه جدا، ربنا يزيدك ويعني يديم عليك طاعته. أكيد. أشرف محمد محمود بيقول صباح الخير عليكم، مفيش حد بتفائل بيه زي والدي محمد أبو الأمراء، وهو كل حاجة حلوة ليا في الدنيا، ربنا يديمه نعمة في حياتي وما يحرمنيش منه يا رب، وعامل تاج لوالده. احنا عايزينكم بقى تعملوا لنا كده، عايزينكم تعملوا منشن لبعض، تعملوا تاج لبعض، وتقولوا للناس اللي انتوا بتتفائلوا بيهم تجيبوهم معاكم في الكومنتس، هم كمان يردوا عليكم، وتحكوا لنا عن مواقف حصلت بالفعل نشوف فيها ازاي اليوم لما اتعاملت مع شخص قدر يفرق معاك، وازاي اليوم مشي بشكل افضل بكتير. صحيح، يعني اجاباتكم جميله، وخلينا معاكم لغايه الساعه 10 بتوقيت القاهره. خليكم معانا مشاهدينا الكرام، نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر.